الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على محمد وآله وحلني بحلية الصالحين وألبسني زينة المتقين. هذه فقرة أخرى من دعاء الإمام السجاد صلوات الله وسلامه عليه في مكارم الأخلاق. حلية الصالحين، الصالحون بما يتحلون، الصالحون ما الذي يعتبرونه حلية وزينة لهم؟ بس إن شاء الله في المستقبل في حديث آخر أذكر الفرق بين الحلية والزينة. اللي الإمام السجاد صلوات الله عليه في فقرتين في جملتين في إحداهما ذكر حلية وفي الأخرى ذكر زينة. حلني بحلية الصالحين وألبسني زينة المتقين. ليش مو العكس؟ حلني بزينة الصالحين وألبسني حلية المتقين. وليش كلاهما مو حلية أو كلاهما مو زينة؟ هذا إن شاء الله في بحث قادم بعد مناسبة عاشوراء إن شاء الله إذا وفقت أذكر هذا الفرق. بعض الناس يعتبر المال حلية له، مليونير، ولكن الصالحون لا يعتبرون المال حلية، يستفيدون من المال أما كوسيلة مو كحلية. بعض الناس يعتبر المقام، الكرسي، المنصب حلية له. أما الصالحون ربما يعملون من أجل تحصيل المقام أو الكرسي، أما للاستفادة من ذلك كوسيلة مو كحلية. يعني إذا لم يكن له مقام، وبعدما صار له مقام ما يفرق الصالحين هالشكل. حلية الصالحين شنو؟ ما الذي يتحلى به الصالحون ويعتبرونه حلية؟ الإمام عليه الصلاة والسلام في مقام الأسماء يسأل من الله هكذا قلت في مقام الأسماء حتى لا يسبق إلى بعض الأذهان البسيطة أن مقام الأسماء متحلي بكل حلية للصالحين. لا، أيضا هناك في مقام الأسماء إمكان الترفع أكثر، العبادة، التوجه الدائم منهم إلى الله سبحانه وتعالى، هذا يخليهم يترفعون. مقام الرفعة
عند الله مو مسدود حتى للمعصوم عليه الصلاة والسلام. نحن بنسبة، والمعصوم في مقام العصمة أيضا بنسبة مقام العصمة. نحن في مقام عدم العصمة، غير المعصوم في مقام عدم العصمة، اللي هو هذا هم بحث آخر في محله. إلهي حلني، يعني اجعلني أتحلى بحلية الصالح، وإنك لعلى خلق عظيم، هذا حلية الصالح. وأن ليس للإنسان إلا ما سعى، سعي الإنسان هذا حلية، مو سعي واحد آخر، واحد ثاني ينسبه إلى نفسه. تلك الدار الآخرة نجعلها للذين لا يريدون علوا، يعني ما يدور علو، مو إرادة علو. جنابك من تحضر مجلس الحسين عليه الصلاة والسلام، قبل لا تجي عندك يقين بأنه يقدموا لك استكان شاي، أما هل تريد الشاي من دخول مجلس الحسين عليه السلام؟ العلم بشيء غير إرادة شيء. نعم ممكن فالطفل من يروح على مجلس إذا قالوا له هنا ينطون استكان شاي لأجل الشاي، هذا يريد الشاي. وحلني بحلية الصالحين، حلية الصالحين فد مقام واسع جدا ودرجات كثيرة جدا، بعضها فوق بعض وبعضها أكبر من بعض. ومهما جهد الإنسان واجتهد وصمم وثابر من أجل تحصيل حلية الصالحين، بعد أكو مجال، بعد أكو مجال، بعد أكو مجال. هذا الشيء مع عمر كل إنسان لا ينتهي، مهما أوتي من إخلاص، مهما أوتي من تقوى، مهما أوتي من عمل صالح، مع ذلك مجال أكو. لأن في كل يوم وفي كل وقت وفي كل مكان وفي كل شروط الإنسان يواجه معارضات، ففي كل حال وفي كل لحظة بحاجة إلى أن يوفقه الله، بحاجة إلى أن يسأل من الله ويلح في السؤال على الله سبحانه وتعالى. وفي الأحاديث وفي قبل الأحاديث في القرآن الكريم يتضرع إلى الله في أن لا يتراجع ولا يقف في حد. من ساوى يومه، إذا شخص ارتقى في مراقي الصالحين وفي درجات من حلية الصالحين كان قد ارتقى وبقي، أفرض في الدرجة الألف، لازم يصعد للألف، للألف والواحدة، ومنها إلى الألف والثانية، ومنها إلى الألف والثالثة. إذا وصل إلى ألف درجة من درجات حلية الصالحين وتوقف من ساوى يومه،
فهو مغبون. اليوم الإضافي من عمره خسران، ما حصل شيء. 1000 درجة موجودة، هاي 1000 درجة أمس هم كانت، اليوم شنو حصل؟ حلية الصالحين مجموعة الفضائل، مجموعة المكارم النفسية والجسدية، الدنيوية والأخروية، العائلية والاجتماعية، الاقتصادية والسياسية، كلها كلها. ونحن على أعتاب شهر الإمام الحسين صلوات الله وسلامه عليه، خير مثال الأئمة الأطهار عليهم الصلاة والسلام، ومنهم الإمام الحسين عليه الصلاة والسلام. الإنسان يتعلم من الحسين عليه السلام. بعد أيام يدخل شهر محرم، هذا شهر الحسين عليه الصلاة والسلام. أنتم الخطباء العلماء تقرؤون على الناس سيرة الحسين وتاريخ الحسين، ونحن وأمثالنا نستمع، نحاول ما نقول أو نسمع أو نستمع بالأحرى، حاول نتعلم. هذه كلها حلية الصالحين. ماكو حلية الصالحين خارج عن دائرة المعصومين عليهم الصلاة والسلام. بالنسبة لخصوص الإمام الحسين عليه الصلاة والسلام، هنا أنا أذكر كلمتين، وأنتم بحمد الله فرسان هذا الميدان، ميدان تاريخ الإمام الحسين عليه الصلاة والسلام. أذكر كلمتين، كلمة عن مقام الإمام الحسين عليه الصلاة والسلام، وكلمة عما ينبغي لنا تجاه الحسين عليه الصلاة والسلام. أما مقام الحسين، أكيد أكيد بكل تأكيد موسوعة ضخمة دون بيان مقام الحسين، موسوعة ضخمة، ولكن الإنسان قد يقف على ساحل البحر، وما البحر تجاه الحسين عليه الصلاة والسلام؟ لا يقاس بمقام الحسين لا بحر لا أرض لا سماء. أما الإنسان فرد محدود البدن، محدود الصلاحيات، محدود القابليات، يقف على ساحل البحر، بحر يعلم الله ما يحمل من مليارات 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 الأطنان من الماء، فيغرف غرفة من البحر، خلي إيده بالماء ويضم أصابعه ويحمل بكفه مقدار قليل من الماء، يقول هذا الماء من البحر. هذا صحيح، ولكن مو هذا بحر. مقام الحسين، إذا أي شخص خصوصا شخص عاجز مثلي، عاجز في الكلمات، عاجز في المعلومات، يريد أن يذكر مقام الحسين من باب أنه غرف من البحر،
من هلبة. أنتوا لاحظوا في رواياتنا وفي روايات أهل البيت عليهم الصلاة والسلام أكو قصة معراج رسول الله صلى الله عليه وسلم. إن الله تعالى عرج بنبيه إلى السماء. وفي القرآن الكريم لخص ذلك: لقد رأى من آيات ربه الكبرى. يعني رسول الله صلى الله عليه وآله لما عرج به إلى السماء أشرف الأولين والآخرين. الله سبحانه وتعالى له آيات كثيرة كثيرة، ورسول الله مطلع قبل أن يخلق الله الخلق، وقد خلق نور رسول الله وقد خلق نور المعصومين عليهم الصلاة والسلام. رسول الله من ذاك اليوم يعرف الكثير من آيات الله، لكن هذه الآية الكريمة في القرآن عن المعراج يقول: لقد رأى، لا القسم وقد التحقيق، رأى النبي شاف ليلة المعراج من للتبعيض من آيات ربه. آيات ربه جمع مضاف يفيد العموم، من تبعيض يعني بعض آيات ربه. رسول الله صلى الله عليه وآله ليلة المعراج رأى بعض آيات ربه، وراها القرآن الكريم يفسر من هذا البعض شنو كان. كلها كبريات الآيات، كانت من آيات ربه الكبرى. رسول الله يدري بآيات الله، ولكن ليلة المعراج كبريات الآيات، كل آيات الله كبريات، بس بالنسبة كبرياتها يعني في آيات ربه. دققوا، القرآن جدا دقيق جدا دقيق. لقد رأى في ليلة المعراج، ما شاف رسول الله صلى الله عليه وآله ليلة المعراج كل آيات الله، لقد رأى من آيات ربه. لو لهنا الآية الكريمة كانت تنتهي كان المعنى رأى بعض آيات الله. هذا البعض شنو مو مذكور، لو حرف امتناع الامتناع، ولكن ما منتهي الآية. البعض بينها القرآن الكريم، بين هذا البعض الكبرى، يعني لقد معنى هالشكل يصير: لقد رأى كبريات آيات ربه. شنو شاف؟ لاحظوا أحد، رسول الله صلى الله عليه وآله لما نزل إلى الأرض نقل للأصحاب ما رآه أو بعض ما رآه، زمن الذي كل ما رآه نقله أو البعض، ولكن ضمن ما نقل رسول الله صلى الله عليه وآله قال: رأيت. هذا من كبريات آيات الله،
قال رأيته مكتوبا على يمين العرش، ويمين في منطق القرآن يختلف عن اليسار، وفي منطق الإسلام، وفي باب الأحكام الشرعية اليمين مفضل على اليسار، اليمين مفضل، اليد اليمنى مفضل على اليد اليسرى. يوم القيامة تؤتى كتب وصحف الإنسان، حسناته وسيئاته والعياذ بالله بيديه، أما مو اثنينات ينطوهن بيديه يا هتشان. فأما من أوتي كتابه بيمينه، لا قال رأيت على يمين مكتوبا على يمين العرش. ليش ما يقول على العرش؟ هذا اليمين لها خصوصية، على يمين العرش ويسار العرش كله عرش، ولكن اليمين مفضل على اليسار والمكتوب على اليمين. رسول الله ليش يقول على اليمين؟ لأن بعينيه الكريمتين شاف على اليمين هذا مكتوب. رأيت مكتوبا على يمين العرش إن الحسين مصطفى صباح هدى وسفينة نجاة. الله تعالى يعرج برسوله الكريم بأشرف أنبيائه إلى السماء ليريه كبريات آياته، والنبي الأعظم صلى الله عليه وسلم عندما ينزل إلى الأرض ينقل ما رأى من ضمن ما رأى. هذا مقام الحسين، يعني هذا مقام الحسين من باب غرف من البحر، ها يعني هذا من مقام الحسين، هذا مما يدل على مقام مصباح هدى وسفينة نجاة. على الإصطلاح العلمي بيننا دفع ورفع، الحسين هم دفع هم رفع. مصباح هدى الهداية طريق، في طريق الهداية ماكو أشواك، ليش؟ من أعظم الأشواك الشيطان جالس في الطريق. لأقعدن لهم صراطك المستقيم، بالطريق موجود. الحسين مصباح، إنسان يشوف هذا الشيطان يعرف هذا. إذا مصباح ماكو هو في طريق الهدى، هدى دا يسير، جنابه بدا تسير في طريق هدى. أما إذا ظلام شلون تشخص؟ شلون تشخص من الشيطان ومن الملك وكلاهما في قلبي وقلبك؟ في كل قلب لمتان، لمة من الشياطين لمة من الملائكة. شلون نشخص؟ مصباح يشخص، بيد الإنسان مصباح يعرف. سيرة الحسين مصباح، تاريخ الحسين مصباح، أسلوب الحسين مصباح. مصباح هدى وسفينة نجاة،
هذا الغرقان، هذا الواقع بالأمواج دا يروح، هذا الضال، هذا المنحرف، سفينة الحسين ينقذه. واقع في الضلالة، جنابك مو واقع في الضلالة، في طريق هداية دا تمشي، بلا مصباح ما يفي، شارع مبلط وسيارة جيدة وجنابك دا تسوق في الليل، إذا مصباح ما عندك لحظة واحدة كل الأخطار ممكن. أحيانا حصواية واحدة الإنسان ما يشوفها، حفرة ما يشوفها الإنسان، والعياذ بالله تردي بحياته. مجموعة سيارة من المقابل تجي، لا هاي عندها مصباح لا ذيش عندها مصباح، شي يصير؟ طريق مبلط الإنسان، مصباح وهدى، جنابك في الطريق مهتدي والطريق مبلط، ولكن بحاجة إلى مصباح. ليش؟ لأن كل شيء أكو في الطريق المبلط، مو كل شيء أكو، كل شيء يذبون. العدو يجي يخلي في الطريق أحجار، إذا مصباح ماكو سيارة دي تيجي تمشي سرعة 100 أكثر أقل تصطدم بحجارة وتنكر، أما مصباح من أكو من بعيد تشوفها يحجار يواش تمشي. خادعوا أنفسكم، تهوى نفسه بالشدة بلهفة إلى شيء، شوية ياخذ سكر، شوية يخفف. هذا الحسين صلوات الله، كل أهل البيت هكذا، بس الله سبحانه وتعالى جعل الحسين ميزات خاصة. الإمام الهادي صلوات الله عليه في سامراء أصابته وعكة، يطي فلوس الواحد يقول هذا كروتك وجرتك، روح عند قبر جدي الحسين عليه السلام ادع لي. يقول يا ابن رسول الله أنت مو إمام معصوم مثل الحسين؟ يقول نعم، ولكن الله جعل استجابة الدعاء هناك، روح هناك ادع لشفائي، يروح يدعو. والإمام المعصوم قانون السبب والأسباب، الله هو خلق الأسباب أسبابا وخلق المسببات مسببات، الله هو جعل السبب، هو جعل المسبب تكوينا تشريعا. للإمام الحسين خصوصا. أما هذا المنحري، هذا اللي وقع بالطس وانحرفت سيارة وقلبت بيها السيارة، الحسين عليه السلام يمسك بيده ويخرج. زهير بن القين من كان سفينة نجاة، وهب بن حباب الكلبي من كان، هذول خراحوا في القمة، في القمة الشاهقة، مصباح هدى وسفينة. هذا الحسين عليه الصلاة والسلام. ما أذكره غالبا أنتم تعرفون، بس من باب الذكرى أنا أذكر. في التاريخ مظلومين كثيرون كانوا والآن هم موجودين مظلومين وسوف هم يكونون. الله سبحانه وتعالى لاختبار العباد، والحسين عليه الصلاة والسلام نفس المعنى ذكره يوم عاشوراء، لاختبار العباد خلى إيد الناس مفتوحة ما مكتفين، حتى يختبر يشوف من ظالم ومن مظلوم. إن الله ابتلانا بكم وابتلاكم بنا، كلمة الإمام الحسين عليه الصلاة والسلام يوم عاشوراء لقتلته لأعدائه. الله ده يختبر الحسين عليه الصلاة والسلام
في مقام العصمة ويختبر أعدائه للمنصب، يقتل الحسين عليه السلام، للمال يقتل الحسين عليه السلام، للخوف يقتل الحسين عليه السلام. لكن اختبار الحسين عليه الصلاة والسلام في اختبار أيضا، إن الله ابتلانا، ابتلانا يعني اختبرنا، امتحننا، ابتلانا بكم وابتلاكم بنا. للاختبار مظلوم وظالم كان وموجود وسيكون، ولكن أية خصوصية للحسين اللي كما في الأحاديث الإمام المعصوم عليه السلام يقول لا يومك يومك يا الله، لا يومك يومك، واي مظلومين سقطوا، أما يوم سقوط المظلومين الآخرين ليس كيوم. الإمام المعصوم يقول لا يومك يومك، مو كل يوم عاشوراء، لا أي يوم ما يصير عاشوراء، أي يوم ما يصير عاشوراء، لا يومك عاشوراء. هذا شعار ذكره الإمام المعصوم عليه الصلاة والسلام كما في الأحاديث، وأكيد شايف كل يوم عاشوراء أنا ما شايف، سألت آخرين أيضا ما شايف. المعصوم عليه السلام يقول لا يومك عاشوراء، يوم رسول الله صلى الله عليه وآله، يوم استشهاد رسول الله يوم عظيم، يوم استشهاد أمير المؤمنين يوم عظيم، يوم استشهاد فاطمة الزهراء صلوات الله عليها يوم عظيم، يوم استشهاد الإمام الحسن يوم عظيم. وكل هؤلاء الأربع حسب معتقدنا وحسب تصريح الإمام الحسين كل واحد منهم أفضل من الحسين، ولكن يومهم ليس كيوم عاشوراء، لا يومك عاشوراء. هذا فريد في التاريخ، الله أراد أن يكون فريدا. ولا أرضك كربلاء، هذا هو حديث موجود حتى في الصحاح السنة. حديث مستفيض لعله متواتر، أن الله سبحانه وتعالى خلق أرض الكعبة ودحى من تحتها الكرة الأرضية، ولذا مكة تسمى بأم القرى باعتبار أنها الأرض الأم، منها وجدت كربلاء، منها وجدت النجف، منها وجدت القدس أرض القدس، منها وجدت المدينة، منها وجدت كل الأراضي. والله سبحانه وتعالى شرف أرض الكعبة فنسبها إلى نفسه بيت الله بنسبة تشريفية على الاصطلاح البلاغي. لو إحنا البشر هم مكان كعبة كنا نفتخر، فخر هذا فخر، أصل كل الأراضي أرض الكعبة ومنسوبة إلى الله سبحانه وتعالى نسبة تشريف. كعب أرض الكعبة افتخرت، شوفوا في الأحاديث القدسية، فجاء النداء من الله
أنت أم القرى وأنت متشرفة بالنسبة إلى الله تعالى، مضمون الحديث القدسي، ولكن اسكتي كربلاء أفضل منك، لا أرضك كربلاء، مو كل أرض هذا اللي في الأحاديث، أكو لا أرضك كربلاء، حتى الكعبة لا أرضك كربلاء. إن الله تعالى أكو في الأحاديث إن الله يغفر، حديث مفصل، حديث متعدد، يغفر في أول ليلة من شهر رمضان كذا، يغفر في ليلة النصف كذا، يغفر في ليالي القدر كذا، يغفر في ليلة عيد الفطر كذا. إذا واحد ما أصابته المغفرة في ليالي شهر رمضان الأولى، في ليالي القدر تصيبه المغفرة، إذا ما أصابته المغفرة ليلة العيد، الإمام عليه الصلاة والسلام يقول إذا لا ما غفر له حتى ليلة عيد الفطر، بعد ماكو مغفرة إلا أن يدرك عرفة، يوم عرفة في عرفات، وهم زوار الله. الحديث القدسي يسميهم زوار الله، والله هو في نفس يوم عرفة خلى منافس لعرفات أرض كربلاء وحرم الحسين، وخلى منافس، هذا مجاز، هذا كل التعبيرات مجاز في هذه المجالات، لعرفات حرم الحسين عليه، بس منافس، لا منافس أعظم، إن الله ينظر، هذا من مقام الحسين في التاريخ، فريد مو فقط في الإسلام، فريد الحسين مو خاص بنا نحن الشيعة، نحن نفتخر بأنه نعتقد بالحسين عليه الصلاة والسلام، وندعو الله أن يوفقنا للاستفادة من مصباح الحسين عليه السلام. إن الله في يوم عرفة ينظر أولا إلى زوار الحسين، يوم عرفة خص الله هذا اليوم بنفسه في مجموعة واجبات الحج، والحديث الشريف يقول إنما الحج عرفة، مو إنما الحج الطواف، إنما الحج السعي، إنما الحج الرمي، إنما الحج صلاة الطواف، إنما الحج التقصير، إنما ماكو 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 ماكو، إنما الحج عرفة، أعظم أركان الحج، أعظم أجزاء الحج، أعظم واجبات الحج، والله سبحانه وتعالى جعل هناك المغفرة لمن لم يغفر له في طيلة شهر رمضان، على ما يغفر الله من الألوف والألوف في هذا الشهر الكريم، شهر رمضان المبارك. مع ذلك إن الله ينظر، يعني نظر رحمة، إلى زوار الحسين يوم عرفة، ثم ينظر إلى زواره، الضمير يرجع إلى الله سبحانه في عرفة، كل أرض كربلاء هو، كل يوم عاشوراء، هذا ما أدري منين طالع، أي تفسير فسرنا هاتين الكلمة،
الشعار الذي ذكره أهل البيت ووصل عن الله سبحانه وتعالى بواسطة أهل البيت عليهم الصلاة والسلام: لا أرضك كربلاء ولا يومك عاشوراء. هذا مقام الحسين عليه السلام. هذه كلمة. الكلمة الأخرى: ماذا ينبغي لنا أن نعمل خصوصا في هذا الشهر؟ وبذل مهجته فيك الحسين لماذا أقدم على القتل؟ وكان يمكنه تشريعا وتكوينا، تشريعا وتكوينا، أن يدفع القتل عن نفسه. تشريعا أذن الله له، خيره. الإمام الحسين ما كان مجبور، ما كان ملزم، مو إلزام عليه كان من الله سبحانه، ولكن الله جعله أرجح. الحسين اختار الأرجح، ولذا الله سبحانه وتعالى يوم عاشوراء أنزل عليه النصر. الملك الموكل بالأرض إجا، والملك الموكل بالهواء إجا، والملك الموكل قالوا لأمرنا الله، الملائكة اللي لا يعصون الله ما أمره، كونوا بخدمتك. تقول كل هالأعداء نخسف بهم، كل هالأعداء نحطهم نطشرهم، ما يصمم لك. من الناحية التكوينية كان يمكنه، هو إمام معصوم، ملائكة منه في مقابل الإمام المعصوم عليه الصلاة والسلام. جبرائيل من أعظم الملائكة، تلميذ عند هؤلاء. تشريعا الله أذن له، سمح له، ما كان واجب على الحسين. كان واجب على الحسين أن يصلي صلاة الصبح، كان واجب على الحسين أن يصوم شهر رمضان، كان واجب على الحسين أن يحج البيت أول حجة، حجة للاستطاعة. كان واجب على الحسين الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، أما أن يقتل الله ما أوجبه. وبذل مهجته فيك ليستنقذ عبادك من الجهالة وحيرة الضلالة. هاي كل كلمة بيها مطالب. بذل مو أعطى، مهجته مو رقبته مو نفسه. ربما بعض البسطاء ما يفرق بين هذين، ولكن الإمام الصادق عليه السلام دا يخاطب الله، دا يحكي ويا الله في زيارة الحسين عليه السلام: وبذل مهجته فيك ليستنقذ عبادك، مو عبيدك، مو لينقذ، ليستنقذ، هاي كلها من الجهالة وحيرة الضلالة. ليش الجهالة قبل الضلالة؟ ليش الجهالة بلا مضاف والضلالة مع حيرة؟ الجمل تخلي يتبع الحسين عليه السلام ويتبع أهل البيت، ما يحتاج معجزة إحياء الموت. عند أهل الفصاحة هذه أعظم من إحياء الموت، مو أقل. نعم، أنا وأمثالي ما هلقد نستوعب هالمعاني، وما أريدهم أدخل هذا المجال، فقط بالنسبة لما ينبغي لنا تجاه الحسين عليه السلام كلمة ليستنقذ. أذكرها
ليش مو لينقذه؟ ليش يستنقذ؟ أنقذ واستنقذ أكو فرق في اللغة العربية. أنقذ يعني شاله، يعني أنقذ يعني نجاه. يستنقذ يعني باب الاستفعال بمعنى الطلب، يعني من المعاني المعروفة لباب الاستفعال. باب الاستفعال يأتي لمعاني من المعاني المعروفة بمعنى الطلب. ليستنقذ يعني يطلب الإنقاذ، يعني يمهد للإنقاذ، يعني يقدم معدات، مقدمات للإنقاذ. يوم قتل الحسين عليه الصلاة والسلام هو ما صار إنقاذ، بل بالعكس الكثير من المحبين للحسين خافوا، شافوا بني أمية اللي مثل الحسين يقتلوا بعد ويا غير شي يسوون، سحبوا. حتى ليلة عاشوراء انسحبوا بالمئات كما في الأحاديث والتاريخ. إنقاذ ما صار، ولكن ظنوا جميل قال، هذا معنى الأحاديث الشريفة، ظنوا بأن قتل الحسين يزيدهم، لكن بعد ذلك شوف التاريخ، لكنما قتل الحسين يزيدا. شوف الحسين ملء الأرض، ملء الأفواه، ملء المجالات. لو يحصى، لو أكو إحصاء دقيق، لو حرف امتناع لامتناع ما أتصور يصير، مو في طاقة البشر يسوون إحصاء خلال شهر محرم، خلال 10 أشهر فقط. الحسين في كل السنة، في كل ليلة جمعة، وفي كل يوم، وفي كل ليلة، في نفس 10 أشهر، في يوم عاشور وحدها من كل، وحده من كل سنة، كم عمل للحسين من إطعام، من مجالس، من كتب، من نشر، من خطب يصرف في سبيل الحسين على وجه الكرة الأرضية؟ وين يزيد؟ حسين قتل يزيد أو يزيد قتل الحسين؟ ظنوا بأن قتل الحسين يزيدهم، لكنما قتل الحسين يزيد. مو الحسين قتل يزيد، صلوات الله على الحسين ولعن الله يزيد. الإمام الحسين قتل كل بني أمية، قتل كل بني العباس، قتل كل الظالمين. الإمام الحسين مهد طريق، كل مكان يقوم ظالم سويعات أو أيام يمارس الظلم، روح الحسين، ثورة الحسين، عمل الحسين، سيرة الحسين صلوات الله وسلامه عليه، بالنتيجة تتواجد في النفوس والظالم يزال. مدى التاريخ، هذا اللي يستنقذ مو ليون. هذا التمهيد لإنقاذ الجهال والظلال، ليستنقذ عبادك من الجهالة وحيرة الظلال. ينبغي أن كل واحد منا يعمل في هذا المجال، والعمل في هذا المجال بندان، تلخص في بندين،
واحد تعريف الحسين للعالم، زيارات الحسين عليه الصلاة والسلام خير مادة ضخمة لتعريف الحسين. بس بالتأمل، واحد يتأمل، واحد يلاحظ. أدعية الإمام الحسين، كلمات رسول الله صلى الله عليه وآله في الحسين، قبل ذلك كلمات الله في الأحاديث القدسية في الحسين. الإنسان يعرف الحسين للعالم. الشيء الثاني ولا يقل أهمية عن الأول، في الأحاديث الشريفة أقول الإنسان يأمر بالمعروف ينهى عن المنكر، مضمون الأحاديث، بعمله بغير ألسنتكم. الإنسان يحاول أن يتخذ من سيرة الحسين عليه الصلاة والسلام في كل مجال، يتخذ أسلوب عمل. يعني من نقرأ زيارة عاشوراء، من نقرأ زيارة وارد، من نقرأ الزيارات الأخرى، زيارة الناحية المقدسة، من نقرأ تاريخ الحسين، إما نقرأ للآخرين أو لوحدنا قاعدين نطالع نقرأ أو نكتب، نحاول هذا اللي نقرأ أو نكتبه أو نطالعه نحاول أيضا نحن نعمل، لأن مهما أوتينا من الهداية مع ذلك المجال واسع، المجال أكبر. هذا مقام الحسين، وهذا ما ينبغي، بعض ما ينبغي، مما ينبغي لنا تجاه الحسين صلوات الله عليه. نخلي هدف الحسين وهو تمهيد التمهيد لإنقاذ الجهال والضلال، نخليه مطبق بنشر آثار الحسين. واليوم العالم، إمكانات الموجودة في العالم، يمكن اليوم كان واحد ما كان يقدر يوصل صوته إلى عشر، إلا إلى 10، 20، 50، 100 ألف اللي يخاطب. أما هاليوم يمكن واحد يتحدث مع الملايين، مع عشرات الملايين، مع مئات الملايين، عبر الستلايت، عبر الإنترنت، عبر الكتب، عبر المجلات، الجرائد. يحاول الإنسان، الحسين عليه السلام بذل مهجته، احنا نبذل طاقتنا، على الاقل نقرب انفسنا ولو قليلا الى الحسين عليه الصلاه والسلام. شويه اكثر نصرف طاقه، شويه اكثر نصرف امكان، شويه نستفيد اكثر من لساننا، من قلمنا، من اسلوبنا، من عملنا في هذا السبيل. هذا حليه الصالح، من أعظم حلية الصالحين. أسأل الله سبحانه وتعالى ببركة الحسين أن يوفقنا جميعا لهذين الأمرين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.